اليوم الخميس اتصلوا بي الصبح جيران عمي الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الأموات المسلمين. اتصلوا بي باش نمشي نصاوب لهم واحد الطرابول كان خسر ليهم. المهم هاد جيران عمي يسكنوا في حي العاديين. هاد حي العاديين يعني دوار صغير قريب الواولوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين عبد الله البركاني، مرحبا بكم دائما عندي في القناة. شكرا بزاف لكم على الدعم والتشجيع والتواصل، والله يحفظكم ويبارك فيكم. وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم، تحياتي وسلامي لجميع المتتبعين من بلاد المغرب داخل الوطن وخارج الوطن، ولجميع الأمازيغ داخل الوطن وخارج الوطن. وتحياتي لجميع المتتبعين من كل الدول العربية الشقيقة ومن جميع أنحاء العالم. اليوم خوتي خواتاتي غادي نطلع الحي العاديين، غادي إن شاء الله نعدل واحد البارابول، وخليكم معايا حتى لآخر الفيديو. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي غادي نفوت بهذا الطريق، يعني اختصرت غادي نفوت بهذا الطريق يعني فيها المناظر الخلابة، ما بغيتش نفوت بالطريق اللي فيها سميتو طاكسيات. هذا الطريق توصل لحي العاديين، وكاينين قدامها بزاف ديال الجنانات ديال المزاح، وقلت بعدا راني غادي بعدا بها نحوس بكم، بها نصور لكم شويه ديال المزاح تما، ونصور لكم تما المناظر الخلابه. وهي هذه خوتي خواتاتي، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي هذه الوقيته ديال المزاح، المزاح راه طاب. ومرحبا بكم عندنا في بركان. هذه هي الوقيته ديال فاكهه المزاح، وراه بدا يطيب تبارك الله وما شاء الله. فاكهه المزاح يعني موجوده عندنا بزاف في الجهه الشرقيه بركان، الجهه ديال زلزل واللوت. المهم هذا العام المزاح يعني موجود الجهة الشرقية تبارك الله ما شاء الله، والله يكثر الخيرات في بلادنا. وعواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين رمضان الكريم بالصحة والخير والهنا والسعادة، آمين يا رب العالمين.
ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم خوتي خواتاتي، كما راكم تشوفوا هنايا الجنانات نتاع المزاح تبارك الله ما شاء الله، الجهه ديال طريق واولوت، وعاد راني طالع الحي العاديين ان شاء الله، وراني نصور لكم الطبيعه هنايا، نتمنى تعجبكم الطبيعه. كما راكم تشوفوا هنايا كاين الساقيه ديال واولوت، يسقيو بها الجنانات، كتجي من الجهه ديال سميتو نتاع الضايه ديال واولوت هاد الساقيه. هاد النوار سميتو الحميضة، حنا نقولو له الحميضة في الجهة ديال بركان، يجي فوق الربيع.
راني عاد غادي في الطريق وقريب ان شاء الله نوصل حي العاديين. ولقيت مع هاد البركات في هاد الجنان ديال المزاح وعجبوني وراني نصورهم. هذه هي الجهة ديال حي العاديين، راني في الجهة ديال حي العاديين. المهم انا وصلت للحي ديال العاديين. حي صغير، حي شعبي. المهم هذا هو دوار العاديين، ونتمنى يعجبكم هذا الحي الصغير. ودركي غادي ان شاء الله غادي نمشي عند دوك الناس، يعني اللي جيران عمي الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الاموات المسلمين. غادي نمشي عندهم باش نصاوب لهم البارابول. المهم باش نصاوبوا لهم شويه بكري باش نروح شويه بكري لدارنا، لحقاش التعدل ديال البارابولات يشدوا الوقت بزاف. والمهم ما تنساوناش باللايكات والبارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا بزاف لكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. راني في حي العادية نعدل شي واحد البارابول لشي جيران عمي. كيما راكم تشوفوا التعداد ديال البارابولات صعيب شوية، ميبغوش يقبضوا فيه الساحة. المهم صافي خوتي خواتاتي، راني كملت التعداد ديال البارابول، وماذا بكم تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي وتطروا اللايكات هذا الفيديو. وشكرا بزاف، الله يحفظكم وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم. دروك راني نجمع الصوالح باش نمشي نروح.
المهم بالسلامة عليكم، ومادا بيكم بارطاجيو وتشجعوني دائما في هذا القناة، وشكرا بزاف، وكثروا الليجام وبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي، بارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالسلامة عليكم. هذا هو الدوار ديال العاديين، يعني هذا دوار العاديين حي صغير بزاف وجاي قريب بزاف الحيوة واللوت، وجاي على طرف واد شراعة زقزل، وانا حاولت ما امكن باش راني نصور لكم من بعد. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي، ما بين حي العاديين وحي المقاومه ديك الجهه اللي كنت مشيت لها ديك المره، كاين واد شراعه واد زبزل. هاد السكان هادو ما بين حي العاديين وبين هاد السكان كاين واد زبزل.